وفي جديد الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا في المغرب، بلغ عدد الملقحين بالحقنة الثالثة أكثر من 2,224,000 شخص، وتجاوز عدد الملقحين بالحقنة الثانية 22,819,000 شخص، وفي المجموع تجاوز عدد من تلقوا الحقنة الأولى 24,487,000 شخص. وخلال 24 ساعة الماضية سجلت 4 وفيات بالفيروس، كما تم تسجيل نحو 205 إصابة جديدة و165 حالة شفاء.